بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة أيمن جيلبرتو، أحمد مجدي، ضيوف البيت الكبير. هنتكلم في كل التفاصيل الفنية والرقمية الخاصة بمباراة الأهلي والإسماعيلي. الحمد لله والشكر لله قدرنا نفوز بهدفين مقابل هدف. أنا هتكلم بسرعة جدا عشان أستقبل ضيوفي، وهتكلم بمنتهى الحيادية والعقل وكل هذه الأمور. اللي عايز أتكلم فيه مع حضراتكم، خلونا لا ننظر إلى ونتفق مع حضراتكم إن إحنا، أو أنا اتفقت مع حضراتكم من امبارح لغاية يوم 25، إحنا كمشجعين، أنا واحد من حضراتكم، لا نملك إلا حاجة واحدة فقط، وهي المساندة والدعم. المساندة والدعم مهما كانت الظروف، مهما كانت الأمور، مهما كان المستوى، مهما كانت النتيجة، مهما كانت كل حاجة. الفترة ال 20-25 يوم اللي جايين دول اللي حضراتكم شايفينه النهاردة في المباراة الأهلي والإسماعيلي، ده صورة من اللي ليه؟ من اللي بيحصل أو اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. ليه؟ لأنه عندما يلعب فريق كل 3 أيام مباراة بتجده منهك ومجهد وكل حاجة، خصوصا ان هو مش جاي من اجازة، هو جاي من ضغطة كبيرة جدا جدا في مباراتين سافر فيهم كونغو ورجع، وقبلها سافر مش عارف فين ورجع وقبلها. فبالتالي وانا اتفقت مع حضراتكم كده امبارح واتكلمت مع حضراتكم بهذا الشكل، بعيدا عن اداء النهاردة، النهاردة الاداء نقول متوسط او فوق المتوسط بشوية، ولكن يعني نقدر نطلع ونشيد ونقول والكلام ده كله، وأنا مع حضرتك في هذا الأمر. ولكن على الجانب الآخر، أنا يهمني شيء واحد فقط، يهمني النهاردة أخد 3 نقاط، ماتش الجونة أخد 3 نقاط، اللي بعده أخد 3 نقاط، وهكذا أخد 12 نقطة في الأربع مباريات اللي عندي في الدوري العام. ثم يوم 18 أرجع بنتيجة إيجابية، لو ما كسبتش أتعادل، وبعدين الماتش يوم 25، الماتش الأهم بالنسبة لنا في هذا الموسم، تحاول إن أنت تكسب وتفوز بهذه البطولة. فال 25 يوم دول ابتداء من يوم 1/5 لغاية يوم 25/5 زي ما اتفقت مع حضراتكم، وكثير من جمهور النادي الأهلي الحقيقة بيبعتوا لي على السوشيال ميديا وبيكلموني في التليفون، والله أنا برد على أي نمرة بتكلمني بالمناسبة، علشان لو هي حد من جمهور النادي الأهلي بيكلمني يقول لي اسلام اسمع وجهات النظر، انا بحب اسمع وجهات النظر عشان اعرف اطلع اتكلم مع حضراتكم. فانا اللي بقوله ان انت النهارده فزت بثلاثه نقاط، ما حدش يقول لي اصل الاداء، اصل مش عارف ايه، طبعا كل واحد حر، جمهور الاهلي يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، ولكن انا هنا بتكلم عن بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ما حدش يقول لي اصل الاداء، اصل مش عارف مين تعبان، اصل مين مش قادر، اصل لا. انا كل اللي يهمني ان انا ال 12 نقطة اللي جايين دول اخد 12 من 12، وبعد كده افكر في مباراتي الترجي، خلاص. فاحنا كلنا ما بنفكرش في حاجة دلوقتي من بعد هذه المباراة ومن بعد الثلاثة نقاط، غير ايه؟ عندما سئل، عسل كولر على فكرة وراجل ذكي، عندما سئل كولر على مباراة الترجي قال لهم اللعيبة بتفكر في ماتش في افريقيا، قال لهم لا، اللعيبة بتفكر في ماتش الجونة، ماتش الجونة هو اللي جاي، هو الثلاثة نقاط، هو النهائي بتاعنا، ماتش الجونة اللي جاي. ده دور المدير الفني بالمناسبة ان هو يوصل للاعيبته كده. طيب، اللاعبين الحقيقة بيقوموا بأفضل دور حتى هذه اللحظة. الجهاز الفني بيقوم بدور جيد جدا حتى هذه اللحظة. إذن الجمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء، وبيقوم بدور فوق يعني احلى حاجه في الدنيا. اداره النادي الاهلي والمشرف على الكوره زي ما حضراتكم شايفين واقفين وقفه جامده جدا جدا مع الفريق. فكل اللي انا بقوله لحضراتكم ان احنا خلال هذه الفتره لا نفعل شيء الا المسانده والدعم. مسانده ودعم النادي الاهلي خلال هذه الفتره واجب علينا كلنا كاهلاويه. اللعيبه دي تعبت جامد جدا، اللعيبه دي تستحق المساندة والدعم.
كل هؤلاء اللاعبين اللي متنرفز فيهم، وانا قلت لحضراتكم ان اللي متنرفز نهدي الدنيا عليه، لانه الضغط ضغط 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 ضغط، لازم هتطلع، لازم هتطلع كل اللي جواك. وبالتالي عندنا مدير فني هو اللي بيحاسب اللاعبين، عندنا مدير كوره برضه هو اللي بيحاسب اللاعبين من الناحيه الاداريه، والمدير الفني بيحاسبهم من الناحيه الفنيه. احنا بقى دورنا ان احنا نساند وندعم هذا الفريق، هذا الفريق من اول كابتن محمد الشناوي لغايه اصغر واحد فيهم، كابتن محمد الشناوي بصفته كابتن الفريق يعني، من اول كابتن محمد الشناوي لغايه اصغر واحد فيهم، كلهم وكل جمهور النادي الاهلي يوصل لهم مسجز او رسائل خلال الفتره القادمه ان احنا في ظهركم، بنساندكم وبندعمكم، وعارفين ان انتوا مجهدين، وعارفين ان انتوا تعبانين، ولكن خلوا يعني احنا في ظهركم، طلعوا كل اللي جواكم عشان ناخد ال 12 نقطه، وبعد كده نفكر في مباراتي الترجي ان شاء الله، المباراه النهائيه، المباراتين النهائيتين ان شاء الله في نهائي دوري الابطال. متاكد؟ طيب انا جبت الكلام ده منين؟ من حضرتك، من حضراتكم، من جمهور النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم، ناس بتكلمني على السوشيال ميديا، الناس بتكلمني على التليفون، الناس بتكلمني في كل مكان، وبقول لهم، بقول لهم او بسمع منهم الاول، وبقول ان انا هطلع اقول هذا الكلام. كل اللي بيتقال لي يا اسلام احنا عايزين نساند وندعم الفتره اللي جايه، لان المجموعه اللاعبين اللي موجودين ياما عملوا لنا وياما هيعملوا لنا الفتره اللي جايه كمان. فانا سعيد جدا جدا بان احنا اخذنا 3 نقاط من نادي كبير وعريق زي النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي عمل مباراه جيده، وهطلع اقول ومش هخاف من ان حد ينتقد الكلام اللي انا بقوله ده، ولكن هذه الحقيقه. لو النادي الاسماعيلي لعب كده قدام كل الفرق كان زمانه بينافس بيراميدز دلوقتي مثلا. الاهلي بعيد لانه احنا عندنا 7-8 ماتشات مؤجله، فكان زمانه بينافس بيراميدز على القمه الحقيقه يعني. ولكن بستغرب جدا ان النادي الاسماعيلي بيلعب بهذا المستوى الرائع امام النادي الاهلي، ومش زعلان انا، بس بستغرب انه النادي الاسماعيلي بيلعب بهذا المستوى الرائع وبعدين يجي في امام بقيه الفرق وزي ما حضراتكم بتشوفوا كده. لكن اوكي، دي حاجه تخص النادي الاسماعيلي، وهم يعني ادرى بكل ظروفهم. عشان كده انا بقول لحضراتكم ان انت النهارده 3 نقاط من بق الاسد، قدرت تكسب النادي الاسماعيلي، هذا النادي الكبير والعريق الحقيقه. ان شاء الله 3 نقاط يخلونا نكسب الفتره القادمه كل المباريات. هي البدايه دايما بتبقى صعبه، خصوصا لما تبقى مع النادي الافضل من بعد الاهلي والزمالك. دايما لما تيجي تتكلم بتقول اهلي زمالك اسماعيلي، وهنفضل نقول هذه الكلمات اهلي زمالك اسماعيلي، لانه الاسماعيلي هو الضلع الثالث لكره القدم المصريه. عشان كده بقول لحضراتكم مسانده ودعم من خلال السوشيال ميديا، اللي يقدر اللي يعرف اللعيبه يقول لهم احنا واقفين في ظهركم، كل حاجه، كل حاجه. اللاعبين بجد والله انا بقول لكم ده كمان، بنقل لحضراتكم نبض اللاعبين. اللاعيبه عايزه تعمل لكم احسن حاجه، وعايزه تموت نفسها جوه الملعب، ولكن في حاجات بقى التمرين يعني بيبقى الاجهاد، الضغط، المباريات، الضغط النفسي، التفكير، العقل بيفكر ازاي، فحاجات كتيره جدا جدا هم مضغوطين. ان شاء الله كل الامور. واوعوا، اوعوا تروحوا في سكه اصله قفشه، اصله اسمه حسين الشحات، اصله السليه، اصله، ما تروحوش يا جماعه في السكه دي، اوعوا حد يوديكم في السكه دي. اللي بيحصل بيحصل مع اكبر فرق العالم. لو حد زعلان، ده انا ببقى مبسوط لما بلاقي اللعيبه زعلانه ان هي ما بتلعبش. والله ايوه يا جماعه، هي دي الكوره. الكوره حلاوتها في كده، الكوره جمالها في كده، جمالها في ان انت ما بتبقاش فلات. لا 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 لا، انا ما بلعبش، هروح ما همسك في، هعمل هنا واتمرن اجمد وازود على نفسي وادوس على نفسي اكتر واتكلم مع المدرب بتاعي. هي الكوره كده يا جماعه. اذا كان هناك بعض الامور الداخليه بتحصل في احسن فرق العالم، ولكن عندنا مدير كوره قادر ان هو يظبط كل حاجه، عندنا مدير فني عارف هو بيعمل ايه، عندنا مشرف على الكوره يعلم تماما متى يتدخل، يعلم تماما متى يتدخل. قبل ما تسافر الكونغو كان واقف وقفه كده نص 5 دقائق او 3 دقائق لو تفتكروا، في ملعب النادي الاهلي في مدينه نصر، في الملعب الترتان اللي كنا بنتمرن عليه قبل ما نسافر الكونغو. كابتن خطيب جه وقف مع اللعيبه قال لهم 1 2 3 شكرا يا برجاوي. هي دي
تعالوا واتكلم كلمتين يعني كلاعب كوره بقى وكنجم كبير وكاسطوره من اساطير كره القدم وكرئيس نادي الاهلي. اتكلم مع الراجل، اتكلم مع الناس، ظبط الدنيا اتظبطت. فعندنا ما تقلقوش من حاجه. دور الجمهور، وانا هنا بكلم اللاعبين، دور الجمهور ان هو يساند ويدعم، ما تقلقوش يا كل لعيبه النادي الاهلي، يا كل نجوم النادي الاهلي، كل جمهور النادي الاهلي هيساندك ويدعمك خلال الفتره القادمه، لانها اهم فتره، اهم فتره في هذا الموسم. الوقفه اللي حضراتكم شايفين دي زي ما كنت بتكلم، انه متى يتدخل المشرف على كره القدم؟ متى يتدخل مدير الكوره؟ متى يتدخل المدير الفني؟ هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه. دي كانت بعد او قبل السفر الى كونغو مباشره، وبعد هزيمتنا من نادي الزمالك لو حضراتكم تتذكروا هذا الامر. ولكن اذا كان هناك بعض الاختلال حصل ولا فني يعني، ولكن رجعت مره ثانيه للطريق الصحيح من خلال وقفه كانت وقفه مهمه جدا جدا جدا. مش هطول على حضراتكم، ولكن اللي بقوله ده مهم جدا للفترة اللي جاية، المساندة والدعم. مصطفى شوبير النهاردة لما باجي اتكلم عن مصطفى بتكلم عن ولد صغير انا شفته وهو بيلعب مع والده من هو طفل صغير، لغاية لما شفته واحد من افضل واهم الحراس في مصر خلال هذه الفترة. لما يبقى عندك محمد الشناوي بقيمته الكبيرة، لما يبقى عندك مصطفى شوبير مستقبل كرة القدم في مصر وفي النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. مصطفى شوبير النهاردة فاز بجائزة رجل مباراة الأهلي والإسماعيلي اللي كانت طبعا على ملعب برج العرب بالأسكندرية. شوبير النهاردة، مصطفى شوبير النهاردة قدم أداء مميزا للغاية بعد ربنا وبعد جمهور النادي الأهلي. مصطفى وبقية زملائه كان لهم الدور الأهم في أن احنا نخرج، مصطفى تحديدا كان له الدور الأهم في أن احنا نخرج كسبانين بهدفين مقابل هدف. وده الكلام اللي قاله أيضا مستر مارسيل كولر، أن مصطفى كان له الدور الأبرز في الزود عن مرمى. كل التوفيق يا مصطفى. مش معنى أن احنا بنقول هذا الكلام انه مصطفى عقله يروح كده ولا كده، لا، مصطفى شخصية قوية، مصطفى شخصية محترمة، مصطفى شخصية متربية، مصطفى شخصية عارف كويس جدا جدا ان اللي هو فيه في ثانية كل حاجة بتتغير، في ثانية كل حاجة بتتغير. عشان كده مصطفى يعني بنديله حقه فيما فعله خلال الفترة اللي فاتت، إن شاء الله اللي جاي هيبقى أصعب درش، إن شاء الله ربنا يكرمك وتستطيع أن تفوز مع النادي الأهلي بالبطولة الإفريقية وبالدوري العام وبكل المباريات خلال الفترة القادمة. والمقامات محفوظة زي ما قال كابتن شوبير بقى هنا، قال المقامات محفوظة في وجود محمد الشناوي. طبعا تظل المقامات دائما محفوظة في وجود واحد من الكبار في عالم كرة القدم وفي حراسة المرمى، محمد الشناوي الحارس الأول لمصر وللنادي الأهلي خلال هذه الفترة. ربنا يكمل له شفاء ويرجع بألف ألف سلامة. الدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم قال إن أحمد عبد القادر تعرض لآلام في العضلة الخلفية ولم يستكمل المباراة بسبب هذه الآلام. انا كلمت عبد القادر، عرفت انه احمد، قال لي والله رجلي اول ما رجلي شدت فخرج. وده اللي بيعجبني في مارسيل كولر بالمناسبه، اول ما يحس ان في مشكله يطلع اللعيب. عنده عناصر جيده كثيره جدا وعناصر تقدر تعتمد عليها. دكتور احمد جاب الله طبيب الفريق ايضا اوضح ده بالنسبه لاحمد عبد القادر، قال ان هو عنده شد في العضله الخلفيه، وبكره ان شاء الله بمناسبة الشد في العضلة الخلفية لازم تاني يوم تتعمل الإشعة علشان تكون كل حاجة واضحة. فبكرة إن شاء الله تتعمل الإشعة ويطلع دكتور أحمد يتكلم في هذا الأمر. دكتور أحمد جبلة أيضا قال محمد هاني مدافع الفريق تعرض لكدمة بسيطة في كاحل القدم أثناء المباراة الإسماعيلية. الكدمة ما فيهاش قصة، كدمة ممكن يوم التاني تلاقي نفسك بتتمرن عادي خالص. إن شاء الله حالة دي أنا من عندي يعني.
دي حالة محمد هاني إن شاء الله تبقى مطمئنة، ولكن سوف يخضع لفحص طبي جديد غدا للإطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الإصابة. يعني دول الإصابتين أو دول اللي حصل أو ده اللي حصل النهاردة فيما يخص أحمد عبد القادر وأيضا محمد هاني. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي وكل المساندة وكل الدعم. والله ال 25 يوم دول ان شاء الله يوم 25 بالليل اقعد انا وحضراتكم، هنقعد لغايه 5 الصبح ولا 6 الصبح. انا هستأذن الاداره هنا واقول لهم ان هنقعد لغايه 5 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو لينا نصيب يعني، ونقعد ونتبسط ونقول اللي انتم عايزينه ونتكلم زي ما انتم عايزين. ولكن ال 25 يوم دول يا جماعه اهم وقت للمسانده والدعم للنادي الاهلي خلال هذه الفتره ولهذا الجيل من اللاعبين اللي بجد أنا بحييهم وبشكرهم وبقول لهم إن أنتوا قدامكم الكثير والكثير عشان تكتبوا تاريخ أكبر وأكتر خلال المرحلة القادمة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. أحمد مجدي، إزيك يا أبو حميد؟ إزيك يا كابتن، عامل إيه؟ كله تمام؟ زي الفل يا كابتن. أيضا أيمن جلبرتو، إزيك يا أيمن؟ إزيك يا كابتن؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. خليني أبدأ معاكم الأول بمباراة الأهلي والإسماعيلي وهذه المباراة المهمة جدا اللي استطاع النادي الأهلي أن يفوز فيها بثلاثة نقاط. رأيكم بشكل عام، لأن احنا لسه مخلصين الاستوديو، رأيكم بشكل عام يعني؟ يعني طبعا فوز مهم لأنه جاي بعد فترة من التركيز في بطولات أفريقيا، وجاي بعد فترة تعثرات برضو مش قليلة في المسابقة المحلية في الدوري، فأعتقد أنه كان الأهلي محتاج أنه 3 نقط بس بدون أي تجميلات، وإن كان الأداء فيه شوية مؤاخذات عليه. لازم، لسه كنت بتكلم يعني كويس ان انت فتحت هذا الامر برضو ايمن، لان عايزين نتكلم فيه كلنا يعني. انا مش عايز بقى امشي بالدور، احنا عايزين نتكلم فيه، لانه انا في هذا التوقيت انا لسه كنت بتكلم في المقدمه انه احنا من يوم واحد ليوم 25 هذا الفريق لا يحتاج الا الى المسانده والدعم. بالظبط. مسانده ودعم مش معناها ان احنا نتغاضى عن امور اخرى، ولكن اقصد انه ان احنا نفضل دايما وراء هذا الجيل من اللاعبين، لان هذا الجيل من اللاعبين عمل حاجات كتيرة كويسة جدا 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 جدا، وينتظر تاريخ أو مستقبل كبير في المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله. بالضبط. يعني الجيل ده جيل محترم، وجيل محترم مش بس على صعيد الأرقام والإنجازات، هو محترم كمان على الصعيد الشخصي. جيل يعني مر بظروف صعبة جدا الجيل ده، وعشان كده هو من أفضل الأجيال في تاريخ النادي الأهلي. لكن في بعض الأحيان بيبقى الدعم نفسه هو أن أنا أنور لك على الأخطاء وأقول لك أن في غلط هنا، في حاول دلوقتي، حاول وانت مش مغلوب، حاول وانت طالع كسبان ان انت تعالج النقطه دي. ده بيبقى حقهم علينا في الوقت دوت، وده بيبقى الدور الجيد لاي حد بينتقد انتقاد بناء يعني بشكل عام. انا شايف انه في حاجات ايجابيه كتيره من الماتش بخلاف الثلاث نقط. شايف انه مثلا على سبيل المثال وسام ابو علي بشكل عام بتحركاته بكل ما يحدث في الملعب نقطه ايجابيه جدا. برافو عليك يا احمد، لانه انا النهارده شفت يعني ان هناك بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحين لسكه ايه، ان وسام اصله ما بيلمس الكره. هو بالعكس، هو قافل يعني انا بشوفه تحركاته غير طبيعيه. لا لا، انا شايف لو ينفع نعرض الجون الاولاني. ينفع طبعا. لو ينفع نعرض الجون الاولاني نشوف ماذا يفعل وسام ابو علي في الاربعه اللي ورا بشكل عام في التعامل معاهم. طبعا احنا مقرين ان المهاجم ليس تحركات فقط وانهاء وفينش، هو الراجل اثبت ان عنده ده. بص يا كابتن، فضل. اولا داخل عليه حد من قلب الدفاع والباك ليفت مرحل ورا، هيستلم، بص بقى التحرك، هيهاجم المساحه اللي قدام دي. ادى حل اولا، لو ينفع نقف اولا اداله حل. ينفع طبعا، ينفع حل يعني اهو هو طلع اولا واحد من اللعبه. لو عمل له التو بيرسي تاو، كان لو عمل اتحرك صح، اتحرك قطري علشان يطلع نفسه من الاوفسايد. صحيح. يعني بص يا كابتن، اولا طلع لك واحد من خط الدفاع كله رايح على الكوره بنفسه، مستلم صح طالع على الباك، خرج الباك ده من اللعب بترن بسيط. هيديك حلين دلوقتي في الهجوم. الحل الاولاني نقف هنا، حل التسويب بتاع بيرستاو اللي جه منه الجون. أوكي. طب بص الحل الثاني يا كابتن، ان تجيله في المساحه دي وعمال يتحرك قطري. شايف عمال يتحرك قطري عشان يطلع من الاوفسايد ازاي؟ خلاص، هو بيرستاو اداني نيته الشوط، وفرت لي حل. انت كمهاجم وفرت حل للجناح.
مش العكس، مش العكس. الحاجات دي مش كتير يعني، مش كتير. وإمام عاشور كمان فاضي لان هو سحب معاه اكتر من حل بقى، اكتر من حل. ده معناه ان ده مهاجم، مهاجم محترم بتحرك بسيط، وبتحرك بسيط المهم جدا ان انا بصيت بالشمال صح، ان انا لفيت صح وبصيت بالشمال صح واتحركت صح، فانا وفرت ثلاث حلول للتسجيل. ورقصه صح، ورقصه صح في الاخر. مش قوي يعني، بس انا عندي ممكن نرقص احسن. فاللي عايز اقوله لك يا كابتن، لا وسام ابو علي، انت محتاج انك تبرز لي كل مره قدره انك تهدف، وعشان كده النهارده كانت في كذا كوره كنت محتاج ان هو يفنش على الجون، يشوط بسرعه الكره اللي حاول يمرر فيها، لكن حتى الكره في رجله يا كابتن عنده اكتر من حل، بيوفر حلول هجوميه كتير. شايف ان ده من اهم المزايا، شايف المزايا ان انت بتستعيد كل المصابين، ومش سهل ان انت تتجانس تاني بعد شهر من تغيير، خصوصا الناس اللي لعبت في الطوارئ دي كلها، لعبت اهم كام ماتش في السيزون كله، سواء على مستوى سيمبا رايح جاي او على مستوى مازيمبي. فشايف برده انه تمام، وشايف طبعا النقطه الايجابيه المستمره اللي بقى لها فتره مصطفى شوبير بصراحه بيعمل مستوى مستوى يعني، ده فعلا حارس المرمى اللي بيوصلك فعلا ان انت تنافس في كل شيء، كما كان محمد الشناوي طول الوقت. وعلشان كده احنا في مكسب كويس جدا ان احنا عندنا حارس اساسي وحارس بديل على اعلى مستوى. ايمن، ضيف على كلامه في حته وسام، لو استرجعنا اصلا بدايه المباراه كابتن اسلام، في اول خمس دقائق وسام كان بيعمل حته الضغط اللي هي العالي على المدافعين بشكل ممتاز جدا، زي ما حضرتك قلت كده، يعني هو تحس ان هو بيروح يخض، لو في كوره حتى قطعها وكان لعبها لعبد القادر، والامور يعني كانت برده عملت ثانيه واحده ثانيه المعلول في الشوط الاول بالظبط، يعني صناعه الفرص من خلال الضغط دي حاجه ايجابيه جدا. كمان من حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، بعيدا عن كمان المسانده، هي ده وقت المباريات اللي في بعض الاحيان كنا بنقول المصطلح دايما يا كابتن اسلام بتاعي، مباريات تكسب ولا تلعب. عشان كده للاعيبه النادي الاهلي هي رساله، طالما انت قدرت تتقدم 2-0 انت لازم بقى يعني خبراتك اللي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها، واعتقد دي كان الجيل بتاعك يا كابتن اسلام بيعرف ومتمرس فيها جدا. انا فاكر في مباريات في موسم 2008، عشان ده موسم كان صعب وكان فيه ضغط وكان فيه اصابات كتير، كان 1-0 تحاول على تمسك كره تقتلها، حتى في مباراه زمالك كان الفلافيو جاب الجون واخر 10 دقائق الملعب كله عباره عن بساطه. فكابتن مدحت شلبي كان انا اتذكر مباراه كنا بنلعب فرقه من غانا، قال لك نص ساعه لو ما جبتوش ثلاث، والله بجد لو ما جبتوش ثلاث اجوان هتبقى عندي مشكله كبيره معاكم. جبنا كسبنا 4-0 في اول الشوط الاول، الشوط الاول لا أول أو نص ساعه كتوكو. الجون الرابع كان في الدقيقه 28 صح، والماتش ده كمان كان فيه والباقي ايه بقى، اسامه حسني وشوقي وتريكا الكباتن طبعا وفلافيو صح. الماتش ده بقيته ايه بقى، الشوط ونص اللي باقيين ايه، باص بس بالظبط، مش عارف انت خلاص خلصت كل حاجه، فهي دي انت وهو اللي قايل خلي بالك المدير الفني، فهي دي. والماتش ده اللي انت قلت ده كابتن اسلام كان فيه مشكله اصابات انا فاكر، وكان فيه غيابات، لا وكان عندنا ماتش حاجه بعديه مهمه جدا تقريبا، احمد صديق ما كانش بيلعب باك، بيلعب طرف او صانع لعب حاجه كده فهي دي لعيبه النادي الاهلي، استغلوا خبراتكم ان انتوا لما تجيبوا جون والتاني اقتلوا اللعب، انتوا تعرفوا عندكم قدرات تقدروا ان انتوا تقتلوا بيها اللعب عشان خاطر انتوا ترتاحوا، هتخلوا المنافس معنوياته تقل، مش هتدخلوه تاني في الجيم، انتوا هتكملوا المباراه بشكل اهدى. فلا يعني الحمد لله 3 نقاط لسه بقى، زي ما اتكلمنا كتير الفتره اللي فاتت، عندنا الجونه في البلديه في الاتحاد كلها مباريات كل 3 ايام وكل يومين، فالامور صعبه. فان شاء الله يعني الحمد لله عدينا مباراه، وان شاء الله القادم يبقى افضل. طيب كيف يكون القادم افضل؟ يكون القادم افضل بانه محتاجين انه يعني احنا كنا الاول بنلتمس العذر للراجل وللتشكيله كلها بالاصابات الكتير، حاليا انت 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 استعدت معظم العناصر اللي انت عايزها على كل الخطوط، ده فعلا بقى الوقت اللي انت المدوره فيه مش رفاهيه، انت محتاج ان انت فعلا تدور اللعيبه، وفي نفس الوقت يعني تدي لكل اللعيبه دقائق تريحها، واللعيب المصاب لو في كانت مفاجاه النهارده بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله يا احمد، انه هو مفاجاه البعض يعني، ان هو بدا بنفس التشكيل تقريبا اللي نهى بيه في اللي بدا بيه مباراه يعني باستثناء امام ومروان، باستثناء امام ومروان مثلا، انا مثلا مبسوط بحركه امام ومروان ان هم بادئين اساسيين على طول، واللي خد منهم يعني خدوا دقايق كتير، انا مستني اشوف بصراحه ديانجو، مستني اشوف اللعيبه اللي راجعه دي كلها الايام اللي جايه، مستني اشوف احمد نبيل كوكا بيرتاح حبه، لان هو دخل في الريتم عالي قوي وهو لسه اول موسم ليه بشكل احترافي، احيانا بتبقى محتاج انه اللعيبه تشيلك بشكل ما، انت شلت كتير واثبتت انك لعيب راجل ولعيب يعتمد عليك
اكرم لما جه من اخر الدنيا ما كانش اساسي في الباك رايت، ولا يمكن الاحتياطي الاول في الباك رايت، لاعب خط نص لما بيحتاج باك رايت، وابدى قوه كبيره في المركزين لدرجه ان هو هدف في ماتش مازيمبي. فاعتقد انه كيف يكون القادم افضل؟ يكون القادم افضل اولا بان اللعيبه دي تحس انه اوائل المباريات واواخر المباريات مساله مهمه جدا، الاوقات دي في الماتشات مساله مهمه، محتاج انك تهدف بدري زي النهارده، محتاج النقطه المهمه انك ما تستقبلش اهداف متاخر، لان في ماتشات هتتلعب على 1-0 لو كل ماتش انت بتستهدف بعد يعني بتستقبل اهداف بعد ال 80. دي النقطه اللي انا بتكلم فيها بقى، ان احنا خلال الفتره القادمه يعني والله انا لا ابرر ولا بقول حاجه لقدام ولا الكلام ده، ولكن هذه الحقيقه، ده اللي انا اعرفه في كره القدم، انه اللعيبه هتموت نفسها وهتعمل اقصى مجهود ليها عشان تكسب كل مباراه، ولكن ممكن ما يبقاش الاداء قوي جدا يعني زي ما صح مش محتاجين هي تكسب وزكبسان زي ما حضرتك بتقول كده، تكسب ولا تلعب، في بعض الاحيان انت محتاج ده، ازاي تكسب بمجهود هو اقل وتحافظ على المكسب ده وتعدي، ده مهم النهارده. نقاط في توقيت مهم. بقول لك يا كابتن اسلام النهارده الناس كلها بتتكلم ريال مدريد صعد سيمي فاينل وبيلعب سيمي فاينل. يعني سيمي فاينل و2-2 في المانيا ومطلع مانشستر سيتي. هل الاداء طبعا حاجه جميله والناس كلها بتشيد مثلا بمانشستر سيتي وجوارديولا لكن في الاخر النتيجه ايه؟ ان ريال مدريد هو اللي في السيمي فاينل. توخيل امبارح قال كده بالظبط، قال لك انا هم راحوا بهجمتين جابوا جونين. ما هو ماشي يا جماعه، ما هو برده طب وقف ما دام الكوره ما تدخلهمش يخشوا يدخلوا بالظبط بسيطة يعني في الاخر محدش هيقول لم المدافع بتاعه لوم طبعا لوم شديد. لا يعني قصدي ان في الاخر ان الناس هتبص للنتيجه، حتى لو لعبت حلو النهارده انت ممكن تلعب حلو وتفقد نقطتين ما تتعادل صحيح، هتزعل على النتيجه، مش هتطلع تقول انا هتطلع الاداء الحمد لله كويس، بس هتزعل ان انت ما قدرتش تحافظ على، فهي ده مهم التوازن. لو التوازن ان انت هتحافظ على المكسب هيجي على حساب الاداء شويه، انا مع المدرسه دي دلوقتي، وانا مع المدرسه دي دلوقتي ومدرسه المسانده والدعم الدائمه طبعا خلال هذه الفتره، لان هو في الاخر مهمة جدا جدا جدا. الحاج عامر حسين قال ان اللي هيصعد السنة الجاية او اللي سوف يتم تحديد من اللي هيلعب في افريقيا من خلال نتائج الدور الاول او بعد نهاية الدور الاول. طيب لو النادي الاهلي خد البطولة الافريقية لو اللائحة بتقول اللائحة، يعني احنا معانا اللائحة ممكن نستعرضها كابتن اسلام، لائحة الكاف دي من الكاف اللي هي دوري ابطال افريقيا اللي موجودة على الموقع. ان النادي الاهلي النهارده بيلعب الفاينل، هي كابتن اسلام اللي هي رقم 5 طبعا اللي هي موجوده باللغه الانجليزيه، احنا هنختصر للمشاهد الكلام ده في رقم 5، ان الاتحاد المصري لكره القدم من الاتحادات اللي في التصنيف بتاعها مسموح ان يبقى فيه ناديين من عندها في دوري ابطال افريقيا. اوكي. فالنهارده العرف او القاعده بتقول ايه؟ اول الدوري بطل الدوري والوصيف بتاعه. طيب في حال ان بطل الدوري ابطال افريقيا هو النادي الاهلي ان شاء الله، ده معناه ان هو يبقى عنده فرصه انه يدافع عن لقبه. طيب جينا في ترتيب الدور الاول، النادي الاهلي مثلا طلع في ترتيب الدور الاول الثاني وقتها، النادي الاهلي كده كان موجود هياخده اول الترتيب. طب لو النادي الاهلي هو اللي موجود ياخده الثاني معاه، مش هياخد اكتر من ناديين لان هو حد اقصى ناديين. فالنهارده النادي الاهلي في حال فوزه وتتويجه بدوري ابطال افريقيا هو موجود في دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل بغض النظر عن ترتيبه دور اول دور ثاني دوري اتلغى، يعني حتى لو في نهايه الدور الاول هو رابع يروح دوري ابطال افريقيا، هو موجود دوري ابطال افريقيا وياخده الاول، ياخده الاول ما ياخدوش الثاني في نهايه الدور الاول حتى في حاله فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. طيب لو لا قدر الله ما حصلش يبقى لازم نبقى موجودين من ضمن الاول يا ثاني في الدور الاول، الدور الاول لان طبعا الدوري ممتد لمنتصف اغسطس. أوكي. وبنسبه كبيره الكاف لما بيجي يطلب الانديه بيطلبها في فتره شهر اوائل شهر يوليو، الاتحادات عشان البطوله بتبتدي شويه متاخر فبعض الاتحادات ممكن تطلب استثناء بالظبط المده اللي فاتت فاخرنا يعني في الاستثناء ده ايه؟ اخر يوليو اول اغسطس برضو الدوري هيكون مخلص، فتبقى مضطر تحتكم لنتائج الدور الاول. فهنا بنطمن الناس الى حد ما ان انت يعني ما نقلقش، ولكن في نفس الوقت احنا كده بنلعب على لقب دوري ابطال افريقيا لان احنا عايزين ال 12، وفي نفس الوقت ده وفقا للائحه هي بتديك الادفانتج ان انت تبقى موجود تدافع عن وفي هذه الحاله ياخدوا النادي الثاني ياخدوا نادي واحد بس على حسب ترتيب النادي الاهلي بالظبط، ياخدوا نادي واحد بس من الدوري وقتها يعني. طيب دي كانت مهمه جدا. في بعض الاوقات الخبرات المطلوبه من بعض اللاعبين ايه النصائح اللي هتديها لهم؟ انت كسبان 2-0 ليه بتصعب؟ يعني حتى الراجل نفسه قال لك احنا اللي صعبنا الماتش على نفسنا. صعبناه على نفسنا، وحلو انك جبتها يا كابتن من نقطه الخبرات، لانها بتصعب على نفسها بمواقف فرديه بسيطه مش مواقف جماعيه. ان في كوره مثلا وانت جاي بتشتت ومقلشة من تحت رجلك رايحه انفراد على طول، ان يبقى في تغطيه ماسك المان بتاعك وفجاه هو يسحبك، طب انت كمدافع بتعمل ايه؟
في الوقت دوت انت مش بتلف وسطك وتستنى اما لا وتروح للعيب تاني، لا على الاقل خالص ان انت بتكمل على الاقل المحاوله دي مع المان بتاعك، حتى لو بنسبه 40 50% هتعرف تاخد الكوره، لكن انك تتوقف ده حصل النهارده من اكتر من لاعب بصراحه في كذا في كذا في كذا لقطه، ونتج عنه ان الاسماعيلي راح مثلا بكورتين او ثلاثه محققين منهم واحده في اخر الماتش في اخر في الوقت بدل الضايع كانت كفيله ان هي تخلي المساله معقده وتكرر نفس سيناريو البنك الاهلي ونفس سيناريو امبي اللي انت بتستقبل فيها اهداف من العاب فرديه، مراقبه في كورنر، حد سحب على الباك رايت، خطا في التغطيه العكسيه، خطا في التغطيه العكسيه من الباك ليفت، ايا كان انت خبراتك في الوقت ده مش ان انت تدخل في منظومه الراجل، الراجل خلاص بقاله دلوقتي سنتين واكتر عامل مستوى كويس مع النادي الاهلي، اللعيبه شربت جماعيا هو عايز ايه، الرك بس على شويه اخطاء فرديه وشويه بصراحه يعني لو في نصيحه بسيطه لمحمد عبد المنعم بشكل خاص احيانا بيبقى هو امكانيات انت امكانياتك اعلى من الدنيا كلها، بس احيانا في بعض الاحيان بتبقى محتاج ان انت ترشد الثقه دي شويه علشان الموقف ده، مش عشان انت مش عشان لو ما عملتش الحركه دي او ما طلعتش بالمهاجم بالطريقه دي ده هيقل منك باي شكل من الاشكال او هيقلل من نظره الناس ليك، لا العب العادي السهل اللي بيوفر لك ان انت تعمل ده باعلى كفاءه في الماتش المهم في الماتش الاهم اللي هو بالنسبه لنا دلوقتي مثلا ماتش الترجي، انا محتاج اشوف الحاجات دي طول الوقت مش الريسكات بس محتاجها كلها تبقى ناجحه في ماتش الترجي. انا هنا بقى عكسك، يعني ايه؟ انا مش عايز افكر في ماتش الترجي، مش عايز اتكلم عن ماتش الترجي، صح. انا بتكلم عن 12 نقطه خدت منهم 3 نقاط، اتفضلي 9. الماتش اللي جاي ماتش ايه؟ الجونه. الجونه انا هلعب على الجونه، انا اعتقد انه مارسيل كولر حتى والجهاز اللي معاه عندما سئل النهارده مثلا على افريقيا قال لهم ايه؟ بتفكر في افريقيا ازاي؟ قال لهم الجونه. صح. بتفكر في افريقيا ازاي؟ قال لهم الجونه. ما هي دي رساله لعيبته، خلي بالك، ما هو الناس كلها بتشوف المؤتمر. فانا نفس المدرسه دي على فكره، ان هو بعد الاربع ماتشات بعد ال 12 نقطه دول ان شاء الله، او يعني انا خدت 3 فاضل لي 9، التسع نقاط اللي جايين افكر بقى بعد التسع نقاط دول في عندي بقى وقت من يوم 11 ليوم 18، عندي الوقت ان انا استطيع ان انا كيف افكر في مباراه الترجي. انا صح. بتفق معاك، يمكن خلني بس التعبير في النقطه دي يعني، لا انا فاهم بس المقصود يا كابتن انه انا لعيب واثق في نفسي وعندي امكانيات بتساعدني جدا. هو الراجل ده بيعمل حاجات ما حصلتش من ايام جيلكم، من ايام هاني سعيد وابراهيم سعيد، اللعيبه اللي كانت بتعرف تطلع بالكوره وما الى ذلك، والكابتن عماد النحاس وكل ده، ولكن انت مش طول الوقت محتاج انك تعمل ده، انا بس ده اللي بقوله، محتاج ان لما تحتاج ده في ماتش كبير عليه ضغط جامد قوي انك تبقى مديني الكفاءه 100%. الجمله دي حلوه، معلش يا احمد. لا اتفضل. جمله الفوز دي جميله. ماشي. بس يعني لازم نقولها. اكيد هتبان. حلوه يعني. يعني اصلها جمله حلوه قوي. بالظبط، لو كانت مشيت واتعملت 10 على 10. بالظبط كانت هتبقى جميله يعني، معلش انا اسف. لا ولا يهمك ولا يهمك. لا حلوه اصلها صح، بس ده من مزايا الكابتن، من مزايا الراجل ده يا كابتن، انه في اكتر من جمل متفق عليها اساسها علي معلول، تلاقي محورها علي معلول في الاخر. ايه بص يا كابتن اسلام، فاكر كولر كان عنده كلمه كده في المؤتمر يقول لك ايه؟ انا ما عنديش وقت امرن، احنا الحمد لله عشان خدنا يومين زياده تمرين فبدانا نشوف كورنرز، بتشوف يعني بتشوف حاجه كورنر برضه اتعمل فيها حاجه زي اللي بيقول لك يعني، وده بيقول لك على حاجه اللي بيتكلموا ان الاهلي بيتاجل له لا بيتاجل ايه؟ احنا تقريبا اكتر نسخ ماتشات انا شفته السنه دي من بره انديه اوروبا، يعني بره انديه اوروبا الكبرى اللي وصلت ربع النهائي. لا بس خلي بالك انت والترجي ونهضه بركان 35 35 32، الزمالك 25، انا هنا بتكلم عن كان زميلنا صبري سوري امبارح الارقام، صح هذه الارقام فيما يخص امر هي نفس الايام بالمناسبه، يعني هي نفس الايام اللي بيلعبوا يعني فيها النهارده. لا انا اقصد نفس الايام اللي كان بيلعب مع صفاقسي تقريبا، اقصد الموسم بتاعنا احنا وهم بدا في نفس الوقت، والنهارده بالنسبه لنا وبالنسبه لهم يوم 1 مايو 2024 هو فما فيش يوم اطول من يوم عندنا، لا يومهم اطول ولا يومنا اقصر. هم هيلعبوا الساعه 7، هم لعبوا الساعه 7:30 النهارده بس مش 7. فاللي بقوله انه يعني عموما انت عندك ضغط مباريات هائل، احنا بنحاول نكيف اللوائح بالطرق، مش احنا كاهلي في المنظومه الرياضيه المصريه لاتحاد مصر كره القدم، انا مش بشوف ان التكييف بتاع اللوائح ده خلال السنه اللي فاتت خلال السنوات اللي فاتت كان افضل تكييف بشكل عام، كنت شايف ان في تدخلات تانية ممكن تتعمل، لكن انت كنادي اهلي اكتر نادي متضرر من نسق المباريات طول الوقت طول المواسم، ولو في لقب او اتنين فقدتهم على المستوى المحلي فكان ليهم مرد كبير قوي انك بتضغط في الوقت ده. طب ولو في خساره لا قدر الله افريقيه، بتبقى دايما جاي من ماتش 3 ايام مسافر اخر الدنيا، متصاب لك 3-4 لعيبه، 3-4 ده رقم رفاهيه، احنا بيتصاب لك بال11 وال12 وال13 لعيب زي ما دخلنا كاس العالم للانديه النسخه قبل اللي فاتت ماتش مونتيري. فاعتقد انه يعني
الاهلي في الوقت ده يعني بدانا نتعود على اسوء الظروف، وعشان اللعيبه دي رجاله بتعرف تطلع منها طول الوقت. حقيقي. والجيل ده في الحاجات دي والضغط اللي اتعرض له، جيل عنده امكانيات كتيره جدا يا كابتن، ويلعب تحت الضغوطات، وعشان كده ان شاء الله واثقين فيهم في الفتره اللي جايه باذن الله. انا لسه كنت بقول لكم على مباراه الصفاقسي او الترجي والصفاقسي، انتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين في الدوري التونسي يعني. طيب ثلاث مباريات اللي فاضلين يا ايمن، مضغوطين جدا قبل مباراه الترجي. ازاي نستعيد بعض اللاعبين من خلال هذه المباريات؟ هل ما انا برضو انا كمدير فني افكر فيها ازاي؟ اللي راجع لاعبه فياخد في اسبوع او في 10 ايام ثلاث مباريات، يعني حاجه جامده، يعني حاجه تقيله على واحد راجع من اصابه طويله، او حتى يعني اقل واحد راجع بعد مثلا شهر ونص. صح. في الاصابات عندك ان انا اديله ولا اصبر العب مجموعه زي اللي لعبت النهارده؟ ما هو برضو الله يكون في عون المدير الفني في ذلك الوقت. لا يعني الموضوع صعب جدا. يمكن حتى احنا السنه اللي فاتت لو فاكر يا كابتن اسلام في الحصاده، والسنه اللي فاتت ده ممكن الموسم اللي فات ده بنتكلم من كام شهر يعني، واحنا بنتكلم عن حضرتك ان اكتشفنا ان لعيبه الاهلي عموما كلهم القايمه دقائقهم قريبه من بعض، ده بسبب ان الموسم طويل بالنسبه لنا ومباريات كتير فكله بيلعب. فانا النهارده هو الروتيشن لازم يبقى دايما في حساب. طبعا انت دلوقتي تلعب بعد يومين، يمكن المباراه اللي جايه خلاص تاكد مثلا رامي ربيعه بسبب الايقاف مش هيبقى موجود، فده هيبقى في فرصه ان رامي بيريح ايام زياده عشان هو برده لعب الفتره اللي فاتت بشكل مضغوط، وتقدر تدخل ياسر لو جاهز او متولي رجله ابتدت ترجع تاني. فالنهارده انت تقدر تجهز، يبقى في الثلاثه عندك موجودين النهارده، تطمنت على مروان وبتطمن على امام وبتطمن على اكرم في وجود كوكا والسولية. شوف ازاي تقدر ان انت تدخل ديانج في المنظومه بحيث برده ما يبقاش في خلل، ما يبقوش الثلاثه اللي في نص الملعب جداد. النهارده مثلا بيرسي تاو واحمد عبد احمد عبد القادر مثلا اتصاب النهارده، فممكن وارد جدا ما يلحقش المباراه اللي جايه، فتبقى فرصه ان مثلا طاهر يرجع تاني نشوفه، او ان حسين الشحات دلوقتي رجع فهياخد دقايق اكتر. الناحيه الثانيه ممكن رضا سليم دخل، فتشوف الماتش اللي جاي لو طاهر في اسامه ابو علي برده كان راجع من اصابه ولعب دقايق كبيره، وكان هي اصابه عضليه اتكررت في نفس العضله، فتقدر النهارده ازاي تستفيد مثلا بكهربا تاني ترجع تدخله في المباريات. طبعا هي الازمه الاكبر بالنسبه للناس دايما بيتكلموا في فكره علي معلول، ولكن كريم الدبيست للامانه لما كان بيظهر في بعض المباريات كان بيأدي بشكل جيد، فده امر مهم ممكن ياخد، ولكن لازم برضو نبقى احنا كلنا فاهمين ان صعب جدا كولر يغير سبع لعيبه مثلا مره واحده، لازم على الاقل ثلاثه في ثلاثه زي النهارده كده بالظبط كده، لان قبل كده لما اتغير السبعه او الثمانيه الامور كانت عاليه جدا وكان في مشكله وتعادلنا في بعض المباريات، خصوصا كمان ان مباراه زي الجونه الفتره اللي فاتت ساعات كده ايه يمكن اكترها طبعا في ملعبهم، ولكن بيقدروا يلعبوا جيم كويس مع النادي الاهلي وجيم دفاعي كويس مع النادي الاهلي. فهي دي الفكره، ان انت ازاي في ثلاث مباريات تقدر تستفيد باكبر عدد من اللعيبه اللي عندك، انت تجهزهم وكلهم ياخدوا دون ان يؤثر على انسجام الفريق، وان كله يبقى يعني في حاله جيده، ان انت تكسب كمان الثلاث نقاط عشان خاطر ماتش الترجي هو خلاص يعني هتوصل اللي انت عايز، ان القايمه بتاعتك تبقى كلها جاهزه بحيث هو الماتشين ده الاسبوع 18 و25 تظهر بافضل شكل ممكن يعني. طيب برضو كيف ينظر كولر لل 10 ايام اللي جايه؟ سيبك من الترجي خالص، تمام، طلع الترجي بره الموضوع، انا هنا بكلمك على ثلاث مباريات محليه بلديه، سوري جونه اتحاد بلديه، جونه اتحاد بلديه، الثلاث مباريات دول هو اللي انا بفكر فيهم واحده واحده. هنفكر كيف يفكر من وجهه نظرك بقى انت كمشجع اهلاوي وكراجل ناقد رياضي وشايف الدنيا ماشيه ازاي؟ فكر وقول لي انت لو مكان كولر هتعمل ايه؟ هلعب بنفس المجموعه ولا هغير ال 11 ولا هغير خمسه ولا هغير واحد؟ ده بتفق مع ايمن في النقطه دي، ان احنا محتاجين تغييرات بس بسيطه، هدفها انه كل اللعيبه دلوقتي تقف على رجليها في المرحله المهمه دي من الموسم، والتارجت الاكبر اللي شايفه التارجت الفني الاكبر اللي المفروض كولر يحط ايده عليه دلوقتي يا كابتن هو عدم استقبال اهداف، ان الفرقه دي بتستقبل اهداف كل ماتش نتيجه بعض الاخطاء الفرديه، مش الخطا الجماعي العام، تدخل فردي بسيط احيانا انت بتكون تركيزك انت في حته في وقت معين من الماتش على طول الخصم ما بيمهلكش وبيستغل الفرصه دي للتهديف، وده حصل معانا اكتر من مره الفتره اللي فاتت، ولولا تدخلات تاني مصطفى شوبير الناجحه في ماتشات كتير سواء في افريقيا او هنا كانت تحصل نتائج ممكن تكون سلبيه بعض الشيء. ولكن
الفرقه دي ما بتعانيش هجوميا، ده اللي انا عايز اكد عليه، الفرقه دي هجوميا قادره انها توصل دايما، الفكره بس ان انت تدور اللعيبه تدي كل اللعيبه النفس الهجومي، عمر كمان عبد الواحد يجرب نفسه كمهاجم في يطلع من الباك رايت، والفكره اللي كان لو متاح ان هو يطبق الفكره بتاعه ان هو قدام محمد هاني ويلعبوا هما الاثنين قدام، واحد باك رايت وواحد ظهير قدامه او جناح كلاسيكي زي ما بيتقال، ممكن يعمل ده لو الوقت بتاع الماتش يسمح، لكن الفرقه دي لا تعاني هجوميا، الفرقه دي بعض الشيء محتاجه ان هي يعني ما تستقبلش اهداف سهله او مبنيه على اخطاء فرديه، اعتقد ده التارجت الاساسي اللي لو كولر حطه للثلاث ماتشات دول وعرف يعملوا بروفا قويه لما بعد ذلك سواء في ماتش الترجي ذهاب او عوده، اعتقد ان ده المكتسب المهم جدا من الموسم، لان بعد كل ده كمان في موسم تاني بعد يوم 25/5 لسه البطوله شغاله ولسه في بيراميدز ولسه في زمالك ولسه في منافسين ولسه في كاس ولسه في سوبر تاني ولسه في سوبر افريقي تاني هيبدا. انا مش فاكر انا لما سمعت الحاج عامر حسين بيقول قرعه الكاس ممكن نلعب الكاس غير الاهلي والزمالك عشان انت جيت يعني انا مش فاكرينه كاس ايه ده احنا لسه انا واحد ده لسه في نهائي كاس ملعوب يعني الموضوع صعب جدا. لا الموضوع عشان كده انا بقول لك انا دايما اللي بطلبه من كل جمهور النادي الاهلي ان يكون المسانده والدعم في هذا التوقيت لهذا الجيل بالفعل هذا الجيل بجد يا جماعه والله الناس دي شافوا ضغطة مباريات ما اتشافتش من حد. وكابتن اسلام يعني خليني انا يعني كنت شاهد وفي الملعب. لا انتوا بتلعبوا كل اسبوع يا ماتشين بحد اقصى. لا كانت في برضه ماتشين ايوه في وقت ضغطات وبتاع لكن كان ما كانش ما بتقعدش موسم كامل كل ثلاث ماتشات. لا قعدنا موسمين تقريبا في الست سبع مواسم اللي لعبتهم يعني في موسمين في النص كانوا فيهم الضغطه دي. ضغط جامد بس ما كانش في دوري افريقي، ما كانش في سوبر مصري بره ومفيش سفر الكتير ده اصلا. لا كان بالعكس كان السفر اقل. لا اقصد لما تروح تلعب السوبر المحلي تلعبه في الامارات وترجع يعني تلعب كمان ثلاث ايام. ولكن كان في ضغطه ولكن مش زي دي. انت بقالك خمس سنين مضغوط. صح. يعني ما بتريحش بين السيزونز. انا بقعد افكر انت مفيش سيزونز بتريح فيها خالص. خالص تقريبا. لا مفيش اصلا احنا من موسم 18 19 اعتقد كل موسم متلاحق حتى بتريح اللي هو ايه في مجموعه بتريح ومجموعه بتبقى في معسكر مجموعه تبقى مسافره يعني حتى الراحه مش راحه للكل وبختهم وحش برضو في موضوع كورونا يا كابتن. موضوع كورونا قعد الناس دي مده مش بطاله على القعده دي. كان في بقى منافسات شغاله دايما في فتره الفيروس فيروس كورونا وكانت اللعيبه دي بتتمرن وهي في البيت وبتبعت تقارير انها بتتمرن وهي في البيت فحتى الريست اللي العالم كله اخده لعيبه الاهلي ما اخدتوش يعني بشكل واضح. فاعتقد يعني الجيل ده يستحق تقدير كبير في في الناحيه دي والصبر عليهم لو حد منهم تعرض لضغوط او حاجه باي شكل او اثار انفعالات يعني ده وارد بشريا ولكن دول كمان البيئه. انا يمكن مش قصدي حاجه والله مش بقول انا ولا حاجه ولكن انا قصدي ان انا يعني الواحد ياما مر بمثل هذه الظروف كثيرا جدا جدا جدا. الواحد كان ممكن يروح يعني لو ابنك الصغير ما كان بيعيط كنت بتنرفز. صح. هو من كتر الايه ضغط بتنرفز ان انت لا انت بتنرفز من كتر الضغط اللي عليك من الناس وده حقهم وضغطك انت بينك وبين نفسك كلاعب في منافسه في جوه الفرقه نفسها صعبه طبعا. يعني حتى ايامنا كانت المنافسه صعبه جدا فبتقعد تفكر وعايز العب وعايز اسعد الجمهور وعايز ابقى نمره واحد في مكاني وعايز ارضي المدرب وعايز ارضي 70 80 مليون وعايز ارضي فانت نفسك بتبقى فيجي موقف بسيط انت متخيل ان هو ما يسببلكش اي بالظبط فده بيلتمس لكل الدنيا لا وبيحصل احنا احق بيلتمس وبيحصل في كل الدنيا بالظبط. وعايزين نقول لجمهور الاهلي برضو حاجه ده الوقت زي ما حضرتك قلت كده مهم جدا دلوقتي 25 يوم دول مهمين جدا جدا مهم جدا. الناس عارفه دلوقتي تدخل لجمهور الاهلي منين البعض عارف صح. ازاي يدخل لجمهور الاهلي ويعني كده يخليه دايما يعني انا حتى من كام يوم كتبت قلت يا جماعه احنا الحمد لله النهارده مفيش مشكله مفيش حد اتخانق مع مدرب مفيش لعيب قفش على لعيب كهربا ما طلبش منه الغرامه تاني طب امام عاشور مش عايز يرجع تاني يعني احنا كل يوم امام عاشور حد كلمه عشان يقول له مش خلاص خلصنا من القصه دي يعني حتى الولد نفسه طلع واتكلم باحترام عن فترته السابقه في النوادي اللي كان فيها وعن جمهور النادي لازم كل مره ندوس على الحته دي ندوس على حته كهربا زي ما انت قلت هو دلوقتي راح لسكه شوبير وشناوي احنا على طول كل يوم فلقى مثلا كابتن احمد شوبير بقيمته كحارس مرمى للنادي الاهلي وبقيمته كاعلامي كبير طلع يقول لك ان المقامات محفوظه فلقى ان الدنيا ايه مش عارفين مش هينفع يدخلها دي. انا كابتن احمد شوبير قال لي ان الشناوي على طول في تواصل مع مصطفى لما يجي مصطفى يجي يتكلم قال لك يا جماعه الشناوي هو رقم واحد ما فيش حد تاني فقصدي اقول لك انه خلاص قفلنا الحته دي قاموا داخلين في حته تانية يقول لك اصله قفشه والسوليه وحسين الشحات هيتخانقوا مش عارف مع مين ولا بتاع ولا حاجه حتى لو ده حصل
حتى لو ده حصل بقولها ثلاث مرات اهو عادي بتحصل مع الناس كلها ومع يعني. لا واحيانا كمان يا كابتن يبقى انت في بالك استنتاج معين هواك اللي دافعك ليه. الله ينور عليك. فانت تروح جاي فاتح لايف وقايله كمعلومه. دي معلومه من جواك وانت بقى علشان انت مضغوط. هو هوا. وانت مضغوط. انت مضغوط. فمش هتقعد ترد. مضغوطين. فمش هتقعد ترد. غير التشجيع. لا انا اقصد مشجعين الاهلي دلوقتي حتى يا عيني. كل يوم في حاجه بتتفجر لهم ومشكله وتكفى بيجروا مع الاصابات. فوقت ما هينتقد هينتقد يعني هو مستهدف ان المشجع الاهلي وقت ما ينتقد لعيب يخلص عليه. عشان كده انا وده مش ده مش الصح يا كابتن دلوقتي. لو انت فعلا بتفكر لو بتقول هو انت ليه ما بتساندش الانديه المصريه في المش... لا في دلوقتي ناديين مكملين في المشوار الافريقي والاثنين في النهائي ساندهم هم الاثنين. لو انت راجل حقاني ساند الاثنين وبعد كده اقول ده اللي ما بيساندش دوت اهلاوي ولا زملكاوي. لكن ما تطلعش تهمد ده وتقول انت ليه ما بتساندش الثاني. لا انت شغال 24 ساعه تهميد باستنتاجات ما هياش معلومات وليست صح. يعني انت بتستنتج وفق هواك. انت بتقول تمنيات. لا هو مش مخرج. لا بس كابتن يعني كابتن رضا بعيدا عن كابتن. لا يعني انا ما بتكلمش عن كابتن رضا شخصيا. المشكله ان بص يا كابتن المشكله الكلام يعني مش مظبوط. في بعض الامور الناس بتبتدي ترددها. فلما بتتردد كتير يعني للناس انا قاعد في الاستاد. لا مش قصدي انا قاعد في الاستاد. لما تخش تلاقي مثلا الترند كله على تويتر يقول لك اصل المخرج مش عارف عمل ايه. مخرج لا بس هقول لك حاجه. الحمد لله والشكر لله من خلال قناه الاهلي وما ما قيل في البيت الكبير وفي غير البيت الكبير الحمد لله الدفه اتغيرت تماما. انت بتتكلم في لحظتها. انت باني استنتاجك على معلومه غلط. معلومه غلط هي في الاساس خطا كبير جدا. خطا بقدر. وبعدين عايز اقول لك حاجه. محمد نصر انا اسف جدا يعني انا اعرف محمد نصر من 25 30 اكتر يمكن سنه. محمد نصر من اكبر الاهلاويه في مصر ولكن من اكبر المخرجين حياديه في العالم بجد في شغله. يعني انا بتكلم في شغله لما يبقى ماتش اهلي وزمالك بيدي الاهلي زي ما بيدي الزمالك بيدي الزمالك زي ما بيدي الاهلي بيعمل اللي مطلوب منه كمخرج. هشام عبد الودود نفس الكلام. اساتذه كبار وليهم اسماء كبيره بيتكلموا في الفار ومعلومات الفار ده يا كابتن وهي معلومات كلها خاطئه والمعلومات موجوده مترجمه بالعربي والانجليزي والفرنساوي والالماني كل اللغات. صحيح. خش اعرف بروتوكول الفار وبيحصل ايه. انا عايز اسالك برضو في نقطه مهمه جدا وهي نقطه انه لسه طبعا 17 يوم في الكلام ده ولكن قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات هل من الممكن أن يحدث أي شيء يخص هذا الأمر؟ طيب. وأن يتم نقل المباراة خارج تونس لأنه حدثت بلبلة من امبارح الصبح أو النهاردة الصبح أو النهاردة الصبح القرار كان امبارح بالليل تقريبا. الناس كانت في النهاردة. هل ده ممكن يحصل؟ اللي انا عارفه ومعلوماتي بتقول ان لا لن يتم نقل المباراه خارج تونس. لا يعني زي ما حضرتك بتقول بنسبة كده بنسبه 99%. يعني لحد دلوقتي احنا بنتكلم على الواقع 99 واقول لك كمان يا كابتن عشان ما حدش بس يعني يتكلم في الموضوع. يعني في ناس ابتدت تستنتج وتقول طب ما ننقل الماتش ومش عارف. يعني انت تدخل نفسك في دوامه وتصنع الترند وده والمعلومه موضوع بسيط. برضه احنا معانا القرار جزء بس بتاع الخاص بالعقوبات لان طبعا قصه المنشطات دي قصه كبيره والبيان نفسه اصلا بالانجليزي ومعقد وبتاع. فهي الحته حتى بتاعت الرياضه فيها ان الكلام ان قد تونس قد يتم منعها او قد لا يتم السماح لها بتنظيم بعض الفعاليات. حتى كابتن اسلام هتلاقي رقم 3 مكتوبه ان ممكن ما يتمش السماح لتونس ان هي تنظم بعض البطولات القاريه والاقليميه والعالميه وان ممكن العلم التونسي مش هيبقى موجود مثلا في الاولمبياد لو الامور فضلت زي ما هي. لان القصه الموضوع كله يتعلق ببعض الضوابط وبعض الامور الخاصه بوكاله مكافحه المنشطات او منظمه المنشطات العالميه وامور في تونس هم ما التزموش بيها ودون فتره 4 شهور برضه كبيره جدا طبعا. وعندها انديه كبيره جدا زي الترجي والصفاقسي والنجم طبعا. فهم مش هيغامروا بالامور دي ولكن فكره ان حاليا مفيش قرار معلن ان تونس ممنوع يتلعب فيها مباريات بسبب هذا الامر. حتى الكاف ما علقش. ممكن بكره وبعده يعلق ولكن طيب. بنسبه 99.9 تقترب ل 100% المباراه في موعدها في رادس زي الفل وهنسافر ونلعب وان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه من هناك. ارجو انا مش هتكلم في الموضوع ده تاني ان شاء الله خلال الايام اللي جايه ولكن ارجو ان يكون او تكون هذه المعلومات هي الاساس لما هو قادم. يعني مش عايز حضراتكم بقى لما تطلعوا تتكلموا
كأهلاويه تطلعوا تتكلموا مع الناس كلها بهذه، احنا هنروح نلعب الترجي في تونس، الترجي فريق كبير، تونس بلد كبيره وعظيمه، احنا بنحب نروح نلعب في تونس، والتوانسه الترجي تحديدا بيحبوا بيجوا يلعبوا عندنا، وبالتالي احنا هنلعب مباراتنا ان شاء الله في رادس في تونس. اللي يحصل يحصل، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونكسب، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونفوز بهذه البطوله، لان النادي الاهلي هو اللي يستحق الفوز بهذه البطوله. بما اننا في حلقه نهايه الاسبوع يا مجدي، مباراة الجونة الحقيقة كان من الفرق اللي انت بترخم على الاهلي شوية. لا بعيدا عن انها بترخم طبعا صح كلامك صح، ولكن الجونة السنة دي اول لما سمعت الاسماء والكلام والحكاية والرواية عرفت ان الجونة كلنا لما كنا قد تكون عندها مشكلة وقد تهبط من بداية الموسم. الجونة دلوقتي من الفرق مطمن، مش مطمن ده يعني اكتر الفرق مطمنة، مطمن لأعاده السنة دي. جزء منه طبعا الاختلاف لوائح، يعني اختلاف عدد مباريات الفرق، يعني احنا لا بس هو الوصول للنقطه اعتقد 28 هو ولا هو عمل السابق. سلسله انتصارات متتاليه طلعته من حاله الشك دي، ما بيقلقنيش قوي الفرقه اللي بتبقى يعني بتواجه الاهلي مضغوطه، ان بيقلقني اكتر الفرقه اللي بتواجه الاهلي مرتاحه وما عليهاش ضغوط. بالظبط انا عايز اوصل ايوه ده اللي بيقلقني، ده اللي بيقلقني جدا، او مش بيقلقني يعني، ده اللي بيخلي الماتش يمكن اصعب من الناحيه الفنيه، لان انت الاهلي اللي عليك دايما الضغوط ان انت تخلص بدري وتنتصر وما تعقدش الماتش، وبتفكر دايما في الماتش اللي جاي ومين هيتصاب وعندك لائحه مصابين، لكن لما بتبقى مرتاح والدنيا هاديه معاك وجاي من سلسله كويسه ومش عايز نتيجه معينه من ماتش الاهلي، دي النقطه المهمه، انت مش مضغوط ان انت تتعادل علشان يبقى اسمك خدت بونت من الاهلي فيفرق معاك في حسابات الصعود، ده اللي بيحصل دايما مع الفرق اللي بتيجي مضغوطه الاهلي، والاهلي بيعرف يواجهها بشكل ما، او بتبقى فوق مع الفرق اللي بتبقى عايزه تتوج او تضمن مكان في المربع، فتلاقي نفسك انت برضو ليك السيطره على انك متعود على الضغوطات اللي هم مش متعودين عليها. عشان كده بطالب لعيبه الاهلي يا كابتن ان هي الماتش ده يخلص بدري قد ما نقدر نخلصه بدري، وما نقبلش هيبقى في القاهره، هيبقى في القاهره ماتش الجونه خلص 1-1 بتاع مودست، الجون اللي جابه مودست العالمي، الجون الحلو ده اللي نزل، نفسنا نشوف حد زيه تاني ان شاء الله في الماتش اللي جاي، وان شاء الله لعيبه الاهلي بس تلتفت لنقطه عدم استقبال هدف، لان استقبال هدف الفتره اللي جايه دايما في الماتشات هيكون امر معقد، وهتحتاج دايما ان انت تحط لود على اللعيبه وتجيب لعيبه تديها حمل بدني اكتر، فقد ما نقدر ما نستقبلش هدف وتكون لنا ان شاء الله السيطره على مجريات الجيم باذن الله. ايمن ارقام الجونه يعني ما لقيناش برضو، انا قلت اتكلم بس بشكل عام يعني، لان برضو يعني هم حاليا في مركز السابع، هم كسبوا 7 تعادلوا 7 خسروا 5 هي النقاط بس 28، دي الغلطه دي من عندي انا، هم لعبوا 19 مباراه يعني نقاط 28 في المركز السابع، سجلوا 24 استقبلوا 26 شباك نظيفه 3 معدل الاستحواذ 37%، فرقه مش بتعتمد على الاستحواذ. دي بس كده بشكل عام نظره عامه يعني على ارقامهم سريعا. انا بقوله بقى ان انت من 28 نقطه يعني مركز سابع السنه دي اللي هيبقى الهبوط من كام؟ من 36 مثلا. لا هم مطمنين، هو قدامه 8 نقاط من عدد مباراتها 13 14 ماتش تقريبا، فيعني عشان كده بقول لك ان هو من الفرق اللي مطمنه اللي هي تعمل كده. لا وهم يعني الفتره اللي فاتت زي ما حضرتك قلت كده الدنيا ماشيه كويسه يعني مع الجونه، في يعني زي ما اقول لك النقاط 28 7 في المركز السابع، هم زيهم زي سموحه، فبرضو يعني هم قريبين سجلوا واستقبلوا، بص برضو الفرق يعني هم عليهم سالب 2، فده معناه ان هم بيستقبلوا فكر ان هم بيستقبلوا اهداف كتير، فده معناه ان انت تقدر كمان على ملعبك ان انت تستفيد من اخطائهم الدفاعيه، لان ده اكيد ان هم عندهم الاخطاء دي تقدر تستفيد منها، فرقه ما بتعتمدش على الاستحواذ رغم ان هم ممكن ما بيلعبوش على طول الاهلي والزمالك، هم بيلعبوا برضو فرق في مستوياتهم، فاحنا بنتكلم على معدل الاستحواذ ده الريت بتاعهم في المباراه اجمالا مقسوم على عدد المباريات يعني، فقرب ال 40% مش حاجه كبيره يعني ان هم في المعدل بتاعهم، فلا النهارده النادي المفترض ان دي مباراه من المباريات اللي نقول عليها ايه؟ يعني نقدر نكسبها بكل بشكل ما يتعبناش، ولكن مشكلتها ان ظروفها جايه بعد يومين من مباراه زي الاسماعيلي في سفر، الامور صعبه، فهنا دي صعوبه المباراه مع ان الجونه قدامك انت بيعرف يعصلك شويه، فانت محتاج ان انت الكلمه اللي قالها مجدي في الاول البدايات، ودي اللي كانت حاجه مميزه جدا عندنا الموسم الماضي، سجل بدري على قد ما تقدر جون 2، الشوط الثاني تحافظ عليه بان انت تموت اللعب زي الجيل بتاع حضرتك، زهق المنافس بتاعك، اقعد باصي استحوذ على الكوره بشكل ايجابي. ما كناش بنزهق، احنا كنا بنبسط
احنا كنا بنعد، احنا كنا بنقعد نعد، احنا قاعدين بنعد. فبقول لك زهق المنافس، انت بتبقى مبسوط بس بتزهق المنافس، لان هو بتيجي في مرحله وبيستسلم قدامك لما تقعد تبصي عليه كتير. فان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو يعدي المرحله الصعبه دي. وتاني رسالتي للجمهور، انا عارف وكلنا والله بنقعد في الاستاد لما بنروح، لو اي حد فيكم عنده رسائل يقول بقى. احنا اكيد الاداء ساعات والمواقف دي بتضايقنا، واكيد المستوى في بعض الفترات بيضايقنا، اكيد بعض القرارات بتضايقنا، ولكن خلوها دايما زي ما احنا اعتدنا كجمهور النادي الاهلي بنوجهه بالشكل السليم، بحيث لما يوصل للعيبه يوصل للعيبه في شكل نصح، ما يوصلش للعيبه في شكل ان هو يحبطه، لان هم دول شئنا ابقى باين مع احترامي لاي حد، دول مكملين معاك لشهر 8، هم دول اللي هيلعبوا معاك الموسم. مكملين هذا، هذه المجموعه عملت كتير، عملت كتير بالزبط. وتستحق كل المسانده وكل بالظبط كده. فقصدي هم مكملين، فانت دلوقتي ما عندكش فرصه تقول صفقات ومين لعيب وفي الاجازه حسن من نفسك لا، الكلام ده حاليا صعب، كل يومين ماتش ما فيش فرصة للتطور. فأنت على قد ما تقدر لو عايز توصل لهم رسالة وصل لهم دايما الرسالة اللي هو اللعيب لما يشوفها يحس إن هي كأنها نصيحة، وأنت تبقى هو دايما يحس إن أنت حائط الصد بتاعه. طيب. زي ما حضرتك بتعمل الفقرة بتاعت حائط الصد، الجمهور يبقى حائط الصد بتاعه، لأن الناس دلوقتي عارفة تدخل لنا إزاي كأهلي، عايزة تفتت كده ودايما تخليها تشغلنا في يوم 25 يعملوا اللي هم عايزينه بالظبط كده. ان شاء الله. احمد عايز تقول حاجه سريعه؟ انا بس نقطه يعني احنا كلنا جماهير النادي الاهلي، حتى حضرتك كواحد من الناس اللي مثلت النادي الاهلي وواحد من 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 رموزه الاعلاميه ورموزه الرياضيه، واحنا كلنا كنقاد رياضيين او صحفيين او مشجعين او ايا كان، احنا مطالبين في الوقت ده دورنا تجاه الفريق ان احنا لا نصدق الا المعلومات ونبني عليها بناء سليم، لكن استنتاجات مبنيه على اهواء ما ننجرفش ليها، لان انجرفنا ليها هيخلينا فعلا ممكن في بعض الاحيان نضر بالنادي او بالمجموعه ديت في الظروف دي، وده كلنا ما نتمناهوش. احنا نتمنى نيجي يوم 25 واحنا باذن الله متواجدين باللقب الافريقي وواصلين لشوط كويس ان شاء الله في الدوري العام، يكمل لنا باذن الله لحد الثلاث شهور اللي باقيين ما يخلصوا ان شاء الله على الف. نيجي يوم 26 نتصور مع حضرتك هنا باللقاء. حجزنا الحلقه ان شاء الله. لا لا يا رب ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله. انا هاخد من كلمه احمد بس جدا، لانها كلمه مهمه جدا جدا فيما يخص ان احنا ما نصدقش حد اليومين دول. من فضلكم احنا صدقوني على قد ما بنقدر من خلال قناه الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي، بنحاول اولا باول ان احنا نعرض لحضراتكم الحاجات اللي احنا نقدر نعرضها لحضراتكم، وبالتالي ان شاء الله الاصابات تبعد، ربنا يبعد عننا كل الاصابات، وان شاء الله كل هذه الامور خلال الفتره الجايه تلاقوها اول باول على شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي او من خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي. اي طرف ثالث صدقوني زي ما احمد بيقول بيبقى عنده اهواء وبيطلع يتكلم بيها. هنا احنا بنتكلم في اتجاه النادي الاهلي ومصلحه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. شكرا يا ابو حميد على وجودك. تسلم معنا. شكرا جزيلا. اشكرك ايمن على وجودك معنا. شكرا كابتن اسلام. كانت هذه حلقة نهاية الأسبوع، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ألتقي مع حضراتكم في بداية الأسبوع القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.